محمد. ايه يا ماما؟ تعال. ايه؟ تعمل ايه؟ بعمل لك مستقبل. بتعملي مستقبل يعني ايه ده؟ ببني لك البيت اللي انت هتتجوز فيه، شقتك، شقة احلامك. تبني لي شقة بالمكعبات؟ ما هو بس انا ببني السلم الاول. اما ابني السلم الاول واخلصه بعد كده ندور على الجدران بتاع الشقة. مالكيش دعوة بيا يا ماما، انا هأجر شقة، مش عايز شقة تمليك. لا يا ابني، ده الا شقة امك دي. ياما دي شقة مكعبات دي. ايه يا ابني، انت حاسس انها شقة فول وطعمية يا ابني؟ هتجيب لي شقة بطيخ. لا لا لا، اصبر بس. انا هأجر يا ماما. انا هبني لك السلم عشان ادقلكك من عليه. انت وعروستك. ماشي؟